وللمتابعة ينضم إلينا من الخرطوم مراسل غد أحمد العربي. أحمد، لماذا تأخر الاتفاق حول وثيقة الإعلان الدستوري حتى الآن؟ نعم كوثر، صباح النور. يبدو أن شيطان تفاصيل يتعلق بموضوع مهام الفترة الانتقالية، وهو الذي سمي بالإعلان الدستوري، هو الذي ظل يلازم هذه المفاوضات دوما، ويظل هو دائما حجر عثرة نحو التقدم لخطوة أخرى. يعني يمكن القول أن 50% تم الاتفاق عليها، لكن المتبقي هو الأهم. يعني مسألة الإعلان الدستوري مهام تلك الهياكل التي تم الاتفاق عليها، سواء كان المجلس الوزاري أو مجلس السيادة أو المجلس التشريعي أو كيفية إدارة البلاد من خلال المرحلة الانتقالية، هو الشق الذي يعتبر الأهم. لذلك الجانبان يبدو أنهما يتحفظان على عدد كبير جدا من البنود التي وردت في وثيقة الإعلان الدستوري، والبعض يريد ربما تعديل هذه البنود، خاصة أن الأمر يتعلق بصياغة يمكن أن تكون ملزمة مستقبلا. نعم كوثر. نعم، طيب ما المتوقع الآن؟ يعني حسب الوسيط الأفرو أثيوبي، ذكروا بالأمس أنه سيستأنف عملية التفاوض يوم غد السبت، ربما تبدأ من حيث انتهت. يعني تبقت 50% كما ذكرت لك وهي الأهم، تبدأ النقاشات حول الصياغة والمسائل الفنية التي تتعلق بهذه الصياغة لوثيقة الإعلان الدستوري. سيبدأ النقاش حول هذه البنود، ويمكن أن يأخذ وقتا حسب مراقبين، لكن يتوقع الوسيط الإثيوبي أو الأفرو أثيوبي أن تذهب المفاوضات بصورة جيدة، طالما أن هناك جزء قد تم الاتفاق عليه حتى ولم يكن مهما بالقدر الذي يكفي لاستكمال هذه المفاوضات. نعم كوثر. نعم، ماذا عن الشارع السوداني؟ هل ستتم الاستجابة لدعوات القوى للتظاهر مجددا؟ نعم كوثر، منذ إعادة خدمة الإنترنت في السودان نشط عدد من المستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وهو عدد كبير جدا، في إنشاء هاشتاج بعنوان توثيق مجزرة القيادة العامة، وهي حادثة فض ميدان الاعتصام تحدثوا عنها، طلبوا بنشر عدد كبير جدا من الفيديوهات التي توثق لتلك الحادثة، الشيء الذي دعا قوى الحرية والتغيير لأن تعلن غدا مظاهرة وموكب بعنوان العدالة أولا، مطالبة فيه بالتحقيق ومطالبة فيه أيضا بالقصاص من كل الذين ارتكبوا جرما في حادثة فض الاعتصام. نتوقع أن تكون هناك استجابة، ربما خاصة أن هناك انتشار للدعوة كثيف جدا في مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر هذا الهاشتاج عند عدد كبير جدا من السودانيين. نعم أحمد، يعني بعد كل ما يحصل وكل هذه التحركات، يعني كيف هي ردود فعل الأوساط السياسية؟ يعني الاجتماع انتهى كوثر متأخرا جدا، اجتماع التفاوض الأخير، حتى الآن لم تخرج ردود فعل من الأوساط السياسية، لكن هناك أوساط سياسية وأحزاب سياسية كبيرة جدا في السودان وافقت ورحبت باتفاق قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، واعتبرته أنه نهاية للأزمة. هي الآن هي أيضا تتطلع لحل سياسي يعالج الأزمة السياسية. يعني الترحيب ما زال مستمرا، ولكن نخشى أن يتسلل الملل من جديد من عملية التفاوض ما بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي. نعم. إلى نفوس الذين ينتظرون أن يكون الحل قريبا جدا للأزمة السياسية. نعم. شكرا جزيلا لك أحمد العربي مراسل غد، كنت معنا من الخرطوم.